صاحب سمواك الأمير فيصل بن تركي، مرحبا وبارك لك الانتصار. انتصار لم يكن مقنع لمن يتابع النصر على مستوى، على الأقل المدرب يقول لم أكن راضي. لا أنا ما المستوى ما يعني عادي لما تلعب مع فريق يكون مقفل معاك وكذا، والأرضية يعني صلبة شوي فما تقدر تلعب على الأرض. المهم أنك تتأهل دور الثمانية، ودور الثمانية بعد شهرين الظاهر. فيعني أنا المباراة كلها على جنب وإصابة عوض على جنب. يعني صراحة الحكام أنا ما أقدر أنتقد، أنا أقدر أنتقد اللجنة. هذا كاس مولاي خادم الحرمين الشريفين، يعني لازم نجيب حكام. أنا ما أعرف اسم الحكم حتى بعد المباراة ولا قبل المباراة، ولا الحكام ما نعرفهم منهم. يعني يجربونهم في الدرجة الأولى والدرجة الثانية والثالثة، ما يجيبون حكام ما هم مؤهلين. يعني الظاهر ناس الكروت الحكم من بداية المباراة لما انضرب عوض. أنا هذا اللي همي، ما يصاب لاعبيني. فالخشونة استمرت. الحكام زي ما قلت المفروض، يعني أنا ما ألوم الحكم، ما عنده خبرة. حكم موجود في دوري جميل، حكم مباراة الخليج والفيصلي شافه. الخليج والفيصلي بس هذا النصر. جميل. عوض خميس ما دامك ذكرت، الإصابة مقلقة؟ إن شاء الله ما هي مقلقة، إن شاء الله ما هي مقلقة. لكن إحنا أنا صرت أتخوف من إصابات عبد الله من بداية السنة، أنت شايفنا. هذا اللي عاد. شوف. أحمر هذا أصلاً، ما له بصر اللي هذا شفته يعني لايف. أسألك عن المستوى، لا يزال غير مطمئن. الكثير حتى أصبح ينتقد كنافارو على مستوى الأداء الهجومي. شوف عبد الله، يعني الناس بتنتقد وحنا يعني كثير الانتقاد. يعني لو نرجع للدوري قبل العام، مباراة نجران اللي لعبناها في البداية المستوى ما كان جيد. الفريق توه مكتمل، اليوم ما لعبنا كل الفريق، يعني المحاور كلهم اللي لعبوا آخر مباراتين ما لعبناهم. نبغى نريح إبراهيم يعني في البداية، لكن دخل آخر 10 دقائق. يعني حنا المستوى بيتحسن لما تكون تلعب مع فرق أقوى شوي، بيكون مستوى أفضل هجوميا لأنك بتقدر تلعب ومساحات مفتوحة. حنا إن شاء الله المستوى بيتحسن. الحين إن شاء الله عندنا الدوري مباراة القادسية. القادسية يعني يصارع على الهبوط، فيبغى يلعب مباراة مفتوحة، يبغى يسجل على الأقل أو يعني يبادر بالتسجيل. لكن ما هو كل فريق حيظهر في كل مباراة بمستوى رائع، عرفت قصدي؟ يعني الشعلة فريق محترم وفريق كان في الدوري ممتاز، وأنا الشعلة قريب إلى قلبي صراحة، الرئيس الشعلة وأهالي الخارج. لكن أهم شيء أنك تفوز. غلطة في الأخير جاك هدف، يعني النتيجة ممكن تكون 2-0 3-0 4-0. أهم شيء أنك تفوز. أنا دائما أقول أهم شيء أنك تفوز في المباريات وما يجيك إصابات، لكن جت إصابة إن شاء الله تكون بسيطة. بذكر هذه المباراة والشعلة، يعني بسألك سؤال عبد الله، بس أذكرك، يعني نتذكر مباراة الوحدة العام الماضي في دور 32 في مباراة لعبته بالصف الثاني أعتقد، يعني اليوم ناقص 4-5 بعد من اللاعبين. لكن 1-0 لنهاية المباراة سجلنا التعادل، وبعدين سجلنا الثاني في الأشواط الإضافية. ما هي مشكلة، يعني حتى الفرق العالمية تلعب في الدوري في الكاس. لكن لما تقوى المباريات، الحين المباراة الجاية في أرضنا إن كان العروبة أو الجيل، وبعدها نشوف من نلعب معه في نصف النهائي. على ذكر الشعلة وذكرك لأهل الشعلة، أنت أعطيتهم الدخل اليوم؟ أي هي مناصفة في الكاس؟ أي لا، حنا متنازلين الدخل. الشعلة يعني فريق أحبه صراحة، وإدارته نحترمها ونحترم أهالي الخارج. هذا يقودني إلى سؤال خارج كرة القدم. ألا تعتقد بأن فريق بطل لموسمين حتى الآن لا يجد راعي؟ حتى وإن قلت سابقا بأن الليفل الذي وضعته عالي جدا، سنتين لم تجد من يتقبل هذا السعر اللي وضعته للنادي. لا ما هي مشكلة، احنا يعني رأينا أندية، وأنا ما أبغى أنتقد كثير بس عشان أوضح للناس، رأينا أندية تقول أنها عندها 100 مليون وسعر وصلت رعاياتهم 100 مليون، وخذوا قرض زي ما أخذنا قرض حنا. ما هو صحيح الأرقام اللي قاعدة تنقال، فلذلك أنا أرفض الأرقام اللي أخذها بس عشان أعبي الفنيلة. في شيء في الأفق قريب؟ والله شايف كل حتى اقتصاد الدولة والمملكة وسوق الأسهم والشركات كلها يعني كلها متدنية، فنشوف يعني إن شاء الله. بس أنا أقول للمستثمرين إنه هذا رياضة المملكة العربية السعودية مهم، كرة القدم مهمة جدا، فإذا يعني ما استوعبوا هذا الشيء إلى الآن مشكلة. يعني شوف الدول الأخرى، أكون صريح معك، يعني الدول الأخرى إذا إحنا نبغى ننافس في آسيا، إن كان النصر أو الهلال أو الأهلي أو الشباب أو الاتحاد أو أي نادي سعودي،
لما يجيك الأهلي الأماراتي أو فريق من اللي وصل للنهائي هذه السنة ويشتري موسى سوب 17 مليون يورو، كيف بننافسهم؟ خليني أكون صريح معك. شكرا. شكرا. الله يبارك.